خطفت البصرة ثمار نجاح تجربتها الأولى في زراعة الفراولة الكردستانية. ثلاثة أصناف من فاكهة الفراولة كانت إحدى تجارب مديرية زراعة البصرة التي نفذتها داخل محمياتها بالطريقتين العمودية والأفقية. يقول القائمون على المشروع إنهم سيعممون التجربة على مزارعي المحافظة بعد أن أثبتت نجاحها. طبعا زراعة الفراولة يعني لأول مرة في بدون تربة، يعني استخدمنا أسلوبين بالزراعة، الزراعة العمودية عن طريق استغلال وحدة المساحة والزراعة الأفقية، واستخدموا ثلاث أصناف. احنا طبعا دورنا قسم الإرشاد أنه ننقل هذه التجارب إلى المستثمرين أو المزارعين. واعتمدت مختبرات زراعة البصرة وسائل حديثة في إنبات الفراولة، منها الزراعة بدون تربة أو ما يسمى بالزراعة المائية التي لا تستهلك سوى 5% مما يستهلكه الري التقليدي. حل الأمثل أنه نزرع بدون تربة، نتخلص من مشاكل التربة، ونزرع زراعة مائية. زراعة المائية راح تتخلص من مشكلة المياه. طبعا الزراعة المائية تقتصر لك بنسبة استهلاك المياه 95%، يعني تستهلك 5% من كمية المياه اللي تستخدمها بالحقل المفتوح، فلذلك أنت ما عندك ضائعات بالماء. الهدف منها هو استغلال شحة المياه إضافة إلى استخدام الأسمدة القليلة، كذلك ممكن المحلول المغذي اللي يستخدم نبات الفراولة المستخدمين بعدة أصناف، بلذات ثلاث أصناف، ممكن هذا المحلول أن يداور ويعاد مرة أخرى وممكن يسقى فيه النبات. ويلجأ المعنيون في الزراعة إلى استحداث طرق حديثة في زراعة مختلف المحاصيل مع مواكبة الأنظمة المتطورة في الري، تفادياً للوقوع في خطر شح المياه وملوحتها. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.